حكينا عن الغياب، تخافي تغيبي بالمستقبل عن الفن؟ تديري ظهرك وتعتزلي؟ لا، بتمنى اني اتجرأ على هي الخطوه، لانه كثير صعب. امال بشوف لو ما متت بس شفت غيري مات، كثير صعب انك تغيبي. لا، ما قصدت تغيبي، ما قصدت حدا يغيبك. لا، حتى الكبار لما بتكبري بالعمر. ايه، هي قديه مؤلمه. ايه، شكرا. لا، انك قادره تعملي ادوار. ايه، وما لا. ايه، انا فبتمنى انه اوصل، يعني يكون عندي الجرأة انه انا اللي ابتعد ولا ابعد. ما بتنبعدي انت ولا حدا ممكن. ما بتعرفي امال، ما بتعرفي انت كمان عامله ارض. ايه، بس ارض قويه واقفه عليها. بس المهنه ذاكره التلفزيون. ايه، هي ذاكره قصيره وذاكره. ايه، سمكه. ايه، مو مثل ذاكره السينما. هي وقتها. ايه، او المسرح. بس ذاكره الدراما ما بتعولي عليها. اكيد ما بتعولي عليها. في سنه بيطلع نجم بينسوكي. خافي من العمر؟ ابدا. تخافي من الشيخوخه؟ ابدا. لانه مبسوطه كثير، يعني انا بالعكس عم بحب حالي اكثر كل ما عم بكبر. بقولي ما بحب حالي وانا وقت كنت قبل، مثلا بيقولوا لي كنتي انحف، بقول لهم انا بحب حالي هلا اكثر. بحس حالي احلى، بحس حالي انضج. ما بخاف من العمر. لا، لانه انا مو صغيره باخواتي. ايه، فبضل معهم. فاوريدي احساسك انك صغيره وانت جواتك طفله حلوه كثير. ما بخاف. وكل عمر له 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 جماله. امول كل عمر له جماله وكل عمر له متعته اكيد. وربنا خلقنا نمر بمراحل العمر، لانه كل عمر في له شيء ميزات. صح. فانا لا ما بخاف، ما بخاف من العمر. بس بخاف يا رب يا رب، يعني خصوصا بالاخبار اللي عم نسمعها وكذا، انه اهم شيء الصحه. انه اهم شيء الصحه يا رب، ديما على راسنا يا رب. وما بدي شيء ثاني. الصحه وقبل رضا الله. ما تعب ما تعب حدا فيني. لا، ما راح اتعب يعني. انا بس بتمنى انه ان شاء الله. لا، ان شاء الله. لا، يديم لمعت عيونك شكوره. عندك 5 كروت، بدك تسحبي كرت على ذوقك تحظي في بدايه عباره، بدك تكمليها انت. وانت معروف عنك الجراه اصلا، يعني ما راح طيب. شو ما طلع لك حاخذ الكرت الرابع، لانه انا بحب رقم 4. يلا لشوف. اخر كذبه كذبتها كانت. لا ولي، انت تكذبي. لا، كذبت. كذبتي على احمد قبل شوي، قلت له يلا جاي. لا لا لا، عن جد اخر كذبه كذبتها قلت لها لاختي انه انا مسافره على بيروت. ايه، حكيت معها من الشام. نسيت انه انا كذبت عليها انه انا مسافره. هو انا مسافره بس يعني وقت. فهي ما قالت لي، عاتبت اختي، قالت لها مو قالت لنا انها مسافره. قام قالت لها اختي ايه رجعت. ايه، يعني هو بس بالتوقيت كذبت. بنكذب امل، بنكذب. إيه؟ بس احيانا يعني كل واحد فينا بيضطر يكذب. إيه؟ بس في كذبات بتبقى عشان ما تجرحي الطرف الثاني. إيه؟ وما تاذي. بس هيك، بس كلنا بنكذب. و بكذب. هي دنيا ما بتكذب، وطرفه ما بتكذب. لا، ما بيكذبوا. ما بيكذبوا هذول الثنتين. غريبين وعلاقتهم رهيبه. تتذكري مره كنت عم تصولي 5 6 نجوم 7 نجوم، مريت عليكي على معرض دمشق الدولي، كنت عم بكتب الجزء الاول من دنيا. قلت لك عم بكتب لك شخصيه بتجنن اسمها طرفه، بتقرطي بالرق ومدري شو. قلت لي ايه ايه ايه، ماشي. اوكي اوكي. وكانت ليش هيك تعاملتي معي بهالاستهتار؟ يعني مو باستهتار. شو؟ اولا انت كنتي لسه ما لسه اول تجربه. ايه، بالكتابه ما كنتي عامله، ما لك عامله اي شيء. بتعرفي مهنتنا قديش فيها وعود وعهود. ايه، فانه ايه ايه يعني ايه ايه، ما بدي اتامل مشان ما انصدم. وصارت، وكانت وقتها كمان بتذكر كانت زايرتنا عايدة يوسف. صح. وقلت لك كمان في دور بيزبط عليها، دور الك حفر وتلزيق. قلت لك بتحكي انجلش منيح؟ قالت لي اوف بحكي. وهي بوجه لها تحيه كثير كبيره. جوري. ايه، والله مو يعني بس من باب انه، مع انه كنا باول، يعني لساتنا باول العمر. بعدنا بالاول. بس كان في كثير قصه العهود. ايه طبعا، ولا زالت عهود ووعود، وتوعدني وموعدك.